هاي بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنتكلم خطه لنفسي كبنت. اول حاجه محتاجه انكم تعملوها ان تغمضوا عينيكم وتتخيلوا نفسكم كده عندكم 70 80 سنه 100 سنه، تمام؟ تخيلوا نفسكم انتوا في الوقت ده المفروض شكلكم يبقى عامل ازاي، لابسه ايه، معاكي كام في البنك، شكل جسمك ايه، ندمتي على ايه، ايه اللي تمنيتي ان انت تعمليه، ايه الحاجات اللي انت نفسك تكوني فيها في السن ده. طبعا انا جاي اتكلم على خطة من اول ما ابتديت اوعى بالحياة لغاية اخر يوم في الحياة. تخيلنا نفسنا واحنا عواجيز كبار. انا بالنسبة لي متخيلة نفسي هكون رفيعة، لبس لبس مهندم شيك، شعري ابيض قصير كاريه، مهتمية بضوافري، وشي مش مكرمش قوي لان انا بهتم بنفسي وبهتم بصحتي وباكل اكل صحي وبمارس رياضة. متخيلة ان انا وانا كبيرة في السن هكون جسمي رشيق، عندي شوية عضل لان انا ملتزمة بالرياضة مدى حياتي. الفكرة كلها يا جماعة ان انتي لازم تبتدي تحطي لنفسك خطة من ساعة ما توعي للحياة، او يعني الوعي بالحياة ده يعني مش بيجي، يعني خاصة في الوطن العربي للبنت مش بيجي بدري، هو بيجي متأخر شوية. يعني هتلاقوا البنات في الشرق الغربيين سوري عندهم وعي وعندهم خطة لحياتهم من سن ما بيبدأوا 14 15 16 17 سنة، تلاقيهم عارفين هم عايزين يدخلوا جامعة ايه، عارفين هم عايزين يتخصصوا في ايه، بيكونوا اشتغلوا كذا شغلانة، بيبقى معاهم مصدر مال او فلوس خاصة بيهم من شغلهم، بيكونوا سافروا ولفوا واستكشفوا حاجات في العالم، فدي بالنسبة لهم بتكون خبرة، فبيبقى هم في سن صغير بيبقوا واعيين فاهمين مدركين هم عايزين ايه من حياتهم. في البنت في الوطن العربي او المجتمع الشرقي بتبقى عشان بيبقى منغلق عليها، السفر مش متاح ليها قد كده، معتمدة اكتر الاعتمادية على فلوس الاهل، البابا والماما، ماما بتعملها اكل، بابا بيديها المصروف، معتمدة بس ان هي يعني اقصى انجاز بالنسبة لها ان هي تدرس وتخلص الشهادة وتبروزها، فكده تكون هي عملت الانجاز الرهيب لعائلتها ولنفسها. لا، انا جاي اتكلم على خطة مختلفة خالص، خطة غربية شرقية انت بتعمليها لنفسك، خلطة كده خاصة بيكي عشان تحققي اهدافك وتوصلي لعمر كبير ان انت تكوني راضية عن نفسك وان انت بتقولي انا كنت قد حالي، حققت كل اللي نفسي فيه، ما اتمناش ان انا اكون غيرت من حياتي اللي قبل كده اي حاجة. فتكوني حاسة ان انت راضية عن نفسك وتكوني سعيدة بحياتك، وده من اهم اهداف الحياة. هل انت فكرتي كده؟ سواء انت في العشرينات، انت في المرحلة دي بيبقى ليها خطة معينة، في الثلاثينات ليكي خطة في المرحلة دي، فكل فئة عمرية بيبقى ليها خطة خاصة بيها. يعني انت كده بتحطي خطة لنفسك كل 10 سنين، الخطط دي بتبقى مكملة معاكي، بس بيبقى في اضافات في سن الـ30 بتحطي عليها وبتنقصي منها حاجات، في سن الـ40 بتزيدي على خطتك دي حاجات وبتنقصي منها حاجات. طب ايه هي الخطة اللي انا مفروض اعملها لنفسي؟ ان انا اكون انسانة صحية، جسمي سليم، صحتي كويسة جدا، باكل اكل صحي، واعية باللي انا باكله واللي انا بلبسه، اتفسحت لفيت حققت بيزنس، واهم حاجة ان انا مقتنعة بيها ان انت لازم في فترة من الفترات لازم every girl should be her own boss، كل بنت لازم في فترة من الفترات كده تكوني your own boss، انت مديرة نفسك. فانت حتى لو انت شغالة تبع منظمة او حكومة او مستشفى او مكتب عمل او، بس لازم كده في فترة من الفترات يكون ليك البزنس الخاص بيك الخاص، حتى لو هو حاجة صغيرة. وكنت اتكلمت ازاي نعمل مشاريع صغيرة تجيب لنا ملايين، اتفرجوا عليه، هحط لكم الفيديو ده في الديسكريبشن بوكس، اتفرجوا عليه، ممكن يجيب لكم فكره تيجي في دماغكم تحققوا البيزنس الصغير واللي يكبر معاكم مع الوقت وتحققوا منه فلوس كتيره جدا. فلازم فتره من الفترات كده يكون عندك خطه، انا لما اكون في الـ30 يكون عندي البيزنس الخاص بتاعي، انا لما اكون في الـ40 هيكون جسمي رشيق ممشوق وباكل صحي وشعري هيلثي ووشي ما فيهوش شجاعيد ولا كرانيش، و في سن كذا هكون لفيت العالم وكون رحت وجيت وحققت كل اللي نفسي فيه. فلازم يكون عندك خطة سواء سنوية او كل 3 سنين او كل 6 سنين او كل 10 سنين او كل 20 سنة لغاية اخر يوم في الحياة. فاول حاجة في الخطة دي اعملي النظرة المستقبلية لما يكون عندك كبيرة ومعجزة، ورجعي تاني بالزمن قولي لا
انا اخد بالي من كذا وكذا وكذا وكذا، واحطه بعين الاعتبار وابتدي اشتغل عليه من دلوقتي. تاني حاجة حابة اكلمكم عنها ان لازم استمتع برحلتي في الحياة، لان مهما كان هدفي ايه في الحياة، سواء النجاح، الفلوس، السفر، لازم اكون انسانة سعيدة، فلازم استمتع بحياتي واكون انسانة سعيدة وادلع الطفل اللي جواي. حتى لو انا عندي 80 سنة، يعني انا حماتي عندها حاجة و60 ما شاء الله، لما بشوفها هي اجنبية بحسها طفلة، بس الطفلة دي بتعمل هايكنج، بتتحرك اكتر مني، بتاكل اكل هيلسي، جميلة، ما عندهاش كراميش، شعرها جميل، مهندمة في لبسها، لبسها شيك، بتهتم بجسمها، بضوافرها، بشعرها، كل حاجة فيها حلوة. فدي دايما انا ببص على الناس دي باخدهم قدوة ليا، بقول ما شاء الله هي بتعمل هايكنج كل شهر، بتروح مسافة، تمشي من مسافة لمسافة، يعني دي الأجازة بتاعتهم. أما لما بياخدوا بريك بيروحوا يعملوا هايكنج، أنا بروح أقعد في أوتيل، نفتح معظمنا بيروح الأوتيل ويبقى فيه أوبن بوفيه والكلام ده كله، لأ هي بتروح تعمل أكتيفيتي تحرك جسمها. فأنا عايزاكم أنتوا كمان تبقوا عندكم خطة تدلعوا نفسكم عشان تبقوا سعداء. لازم تقعدوا كده تكتبوا، تقولوا إيه الحاجات اللي هي بتبسطكم، إيه الحاجات اللي أنتوا نفسكم تحققوها، وتكتبوها على ورقة وقلم وتبدأوا تشتغلوا ليها من دلوقتي. تالت حاجة حابة أتكلم عليها، أنت لو ناوية تعيشي حياتك سواء لوحدك أو مع شريك حياة، فأنت لازم برضو تحطي زي ما بتحطي خطة لنفسك، لازم تحطي خطة لشريك حياتك. لازم الشريك ده هو بني آدم زيك زيه، بس لازم تدرسي، لازم تدرسي كويس جدا. انت لو هتبقي شريكة حياة لشخص لازم تدرسي وتبقي واعية ازاي تبقي الشريكة الصح. ازاي؟ اول حاجة لازم يعني تختاري الشريك الصح. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو قبل كده، حطوكو اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت، وتختاري الشريك الحياة الصح. تاني حاجة لازم انت كمان تشتغلي على نفسك عشان تبقي شريكة حياة صح. هل انت مثلا فكرتي لما ابقى زوجة ازاي يبقى زوجة شاطرة، ازاي يبقى زوجة ناجحة، ازاي يبقى زوجة زوجي بيحبني وعايش معايا عشان هو بيحبني، مش عشان خاطر ولاد ولا عشان خاطر قايمة ولا عشان خاطر ال اسمها ايه زي ما بيقولوا العشرة. لا، انا عايزة حياة عايش مع شخص فعلا عايش معايا عشان هو بيحبني، فاقعد مع الشخص ده كده. انا طبعا قبل ما اقابله ببقى حاطة خطة لنفسي، ازاي ابقى زوجة شاطرة، ازاي اعرف اطبخ، ازاي اهتم ببيتي، ازاي اثقف نفسي ان ازاي اكون امرأة ذكية، ازاي اكون انثى، وكلمت عن ازاي تكوني انثى ذكيه عندك ثقه بنفسك بتحبي نفسك في الفيديو اللي فات، هحط لكم برده الرابط في الديسكريبشن بوكس، اتفرجوا عليه، مفيد جدا 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 كونك بنت انثى. تمام؟ فلازم قبل ما اختار شريك الحياه اكون حاطه خطه، عامله تاهيل كده بريبريشن لنفسي ان انا انا عايزه ارتبط. طيب عرفت شريك الحياه اختاره صح، وطبعا في مهارات وفي اختبارات لازم نعملها في فتره التعارف لما تتعرفي على الشخص الصح، وبعد كده اخترتيه وعشتي معاه، لازم برضو تكملي تتثقفي ازاي تكوني وتتعلمي. مش هي يا جماعه مش كتاب بنقراه وبروتوكول او كتالوج ثلاجه واحنا بنطبقه. الحياه مع شخص مش سهله، بس محتاجه ذكاء منك، محتاجه ليونه، محتاجه تبقي واعيه، محتاجه تتعلمي من كل موقف بيحصل معاكي مع الشخص ده عشان تتفادي المشاكل وتبقي عايشه معاه سعيده. فأي واحدة بتتابعني فيكم دلوقتي في أي مرحلة عمرية لازم تكون عندك حاجة كده في دماغك، فكرة لازم يكون عندي في مرحلة من مراحل عمري البيزنس الخاص بي، حتى لو أنا شغالة تبع حاجة أو مؤسسة لازم أستكشف. دي من الحاجات اللي بتدينا امباور جامد جدا يا جماعة، امباور اور سيلف جدا، ان يعني يكون عندك البيزنس الخاص بيكي، يكون مستقل عن زوجك، مستقل عن مديرك، مستقل عن اي منظمة، مؤسسة، حكومة، شغل خاص، حتى لو انت شغالة شغل كده، بس لازم يكون ليكي بيزنس خاص بيكي حتى لو حاجة صغيرة. انا عندي اصحاب كتيرة جدا بيعملوا مشاريع صغيرة خاصة بيهم، هم دكاترة وي وي وي، في اللي بتعمل كروشيه، في اللي بتعمل شغل هاند ميد، في اللي بتعمل يعني اكل، ومش عيب الشغل، مش عيب، بس العيب ان انت تكوني معتمدة على حد ماديا، ان انت تكوني مستكشفتيش نفسك، مستكشفتيش العالم، مستكشفتيش المجالات الاخرى او الحياة التانية اللي ورا
احنا ما نعرفش عنها اي حاجة، فما تنغلقيش على نفسك، اطلعي استكشفي سافري حبي اكرهي، اعرفي انت عايزة ايه، اهتمي بنفسك، اهتمي بصحتك، اهتمي بعقلك، اهتمي بروحك، اهتمي ان انت كل فترة والتانية تعملي حاجة جديدة، نشاط جديد، اهتمي ان انت تتعرفي على ناس جديدة وتلغي ناس من حياتك ضروري وهكذا. فدايما تكوني مجهزه حالك، مجهزه نفسك بخطط كتيره، خطه A، خطه B، خطه C. يعني انا مثلا على سبيل المثال وقت ما كنت اتخرجت من الجامعه وبدات اخد التدريب بتاعي كطبيبه بيطريه في مستشفى، كنت بعمل يعني عندي خطه A ان انا اشتغل كدكتوره، وعندي خطه B ان انا لو ما اشتغلتش كدكتوره اشتغل بحاجه تانية تجيب لي فلوس او تعمل لي البيزنس الخاص بيا. فكنت بعمل حاجات كتير، فدايما لازم يكون عندك خطه، كذا خطة، عشان لو واحدة فشلت يبقى عندك التانية هي اللي تنجحك وتقومك عشان ما تقعيش، عشان تبقي دايما قوية وتبقي دايما اليد العليا. فدايما يكون عندك خطة A، خطة B، خطة C، ودي كمان لو تقدري. دايما كنت بفنط مجالات حياتي سواء العملية او الرياضية او الصحية او الاجتماعية او البزنس والماديات والكلام ده، دايما كنت بفكر في كل مجال على حدة واشتغل على نفسي فيه كويس جدا، ان ازاي اكبر نفسي في هذا المجال. طبعا من وقت للتاني ما تنسيش طفولتك، ما تنسيش ان انت بنت محتاجة ان انت من وقت للتاني، يعني العصر الحالي شوية اكتر الناس عندها ضغوطات في الوقت والحالة النفسية مش كويسة، ودايما السوشيال ميديا بتبين لك كل حاجة بشكل اللي هو بيرفكت، فده بيأثر على حالتك النفسية. دايما حاولي ان انت تستمتعي بالحاجات الصغيرة، دايما تحاولي ان انت تاخدي بالك من الطفل اللي جواكي، تعاملي نفسك كطفلة، اهتمي بيها، دلعيها، من وقت للتاني اتفرجي على كرتون اطفال مع اطفال، اسمعي ضحكة الاطفال بتحسسك ايه ده انا نسيت طفولتي. فمن وقت للتاني لازم نعيش كل مراحلنا، حتى لو انت في فترة التلاتين عيشي فترة العشرينات، لو هي مثلا انا مثلا من الاشخاص اللي فترة العشرينات ما استفدتش منها كويس او ما حققتش فيها اللي انا كان نفسي احققه عشان كنت مرتبطة او مربوطة باهلي وكنت متأيدة، فبدأت استقل بنفسي بعد 28 وبدأت اعيش لنفسي لوحدي، سوري، بعد سن 28، وبعد كده بدأت اسافر، فبدأت في سن 30 احقق الحاجات اللي انا كان نفسي احققها في 20 وما عرفتش بسبب التقيد، فبدأت اسافر واتفسح، بدأت اعمل بيزنس واحد واثنين وثلاثة، ان ازاي يكون عندي كذا مصدر دخل متعدد، واتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في فيديو، سيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس او هتلاقوه في بلاي ليست سلسلة دردشة بنات، اتفرجوا على السلسله كلها، الحلقات كلها يا جماعه بتتكلم عن البيزنس، بتتكلم عن العلاقات، ازاي تكون البيست فيرجن اوف يو. دايما خلي في حياتك كده الناس الكبيره في السن اللي ذاتها هيبه او ناجحه او اللي هي وصلت لمرتبه حلوه في حياتها، اقعدي معاهم، اتعلمي من الناس دي اللي هي كبرت في السن دي. دايما يعني انا مثلا عندي واحده صاحبتي، هي مش كبيرة قوي بس هي لفت وسافرت وكانت متجوزة برضو زي من واحد اجنبي، بس هي اكبر مني بكتير، فدايما لما بقعد معاها واسمعها بتعلم منها. تقولي مثلا، يعني مثلا انا تعرفت عليها وانا كنت في العشرينات، هي قالت لي اول ما تعدي الثلاثينات هتحسي ان طريقة تفكيري اختلفت، هتحسي بانوثتك زادت، هتحسي بكذا حاجه. وفعلا لما بدات اكون في الثلاثين بدات فعلا الكلام اللي هي قالته لي كله كان صح. دلوقتي هي مثلا في الخمسين او في الستين، لما بقعد واسمعها واتعلم منها ده بيديني طريق مختصر، اللي هي مثلا تقولي خلي بالك من حاجات معينة ما تعمليهاش فاخد بالي. لما بشوفها تفسحت ولفت وازاي ان هي لغاية دلوقتي محافظة على جمالها وبشرتها وشعرها وجمالها ورونقها وكل حاجة، فلما بشوفها بتاكل اكل صحي، بتتحرك كتير جدا يا جماعة، جدا جدا جدا، هي مصرية بس كان جوزها ايطالي، فكانت طول الوقت عايشة في يوروب بتتفسح وتروح وتيجي. طبعا اختلطت الثقافات دي برضو ادفانتج كويس جدا، لان هي اتعلمت، خدت الحاجة الحلوة من الثقافة المصرية مع الحاجة الحلوة من الثقافة الاوروبية، ولما جيتهم مع بعض فهي بدأت تكون شخص احلى من الاثنين وتفادت الجانب السيء من اي ثقافة. فدايما خلي في حواليكي كده شخص كده اكبر، زي دايما ما بتصاحبي ناس في سنك، لا حاولي دايما تصاحبي ناس في مختلف الاعمار واسمعيهم، اتعلمي منهم، لان تجاربهم دي بالنسبة لك كنزة تستفيدي منه وتتعلمي منه حاجات كتير جدا، لان طبعا الخبرة بتيجي مع الوقت، فانت عايزة تكتسبي اكبر خبرة
في وقت قصير وتتفادي اي مشاكل ممكن تحصل لك بعد كده في المستقبل. زي ما بتروحي كده لاخصائي التغذيه عشان يحط لك خطه الدايت بتاعك عشان تنقصي من وزنك، انت برضو حياتك بصفه عامه محتاجه ان يكون لها خطه. فالفكره كلها او التركه كلها في ان انت تعملي فيجن للمستقبل في المجال ده او في الجزء ده من حياتك لقدام، وترجعي تاني بالزمن لورا وتصححي الاخطاء اللي انت تخيلتيها خلال السنين دي كلها. انت ايه خطتك في الحياة؟ عندك كام خطة؟ حققتي حاجة من خططك على الطريق الصح ولا لا؟ اكتبولي في الكومنتات تحت، اكتبيلي ايه هي خطتك للمستقبل وايه اللي استفدتيه من الفيديو النهاردة. واتمنى الفيديو يكون مفيد ليكو وتكون استفدتوا منه، ولو استفدتوا منه يا ريت تشاروا بكل اصحابكم البنات عشان كلنا نستفيد مع بعض. وتنسوش تتابعوني على الانستجرام، سايبه لكم لينك على الانستجرام لو حابين تحجزوا معايا فيديو كول، هتلاقوا اللينك بالانستجرام. تنسوش تتابعوا الستوريهات بتاعتي على الانستجرام، بنزل لكم تيبس وتريكس عن لايف ستايل حياه صحيه. وفعلا والله كل البنات اللي على الانستجرام بيبعتوا لي بيشكروني جدا على الستوريهات اللي بنزلها على الانستجرام، لان فعلا مفيدة جدا وبتديهم طاقة كده ايجابية. بيقولوا لي انت دايما بتدينا طاقة وباور كده، بتحسسينا ان احنا يعني بتغير لنا مودنا، حتى لو احنا في حاجة وحشة حصلت لنا مجرد ما بنتابعك بنحس بالسعادة او بتدينا باور او انسبيريشن وموتيفيشن. فاتمنى ان انتوا تتابعوني على الانستجرام، وتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة لو انتوا لسه ما عملتوش، اشتراك بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.